السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات نهيلة. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله عبارة عن وجبة غداء او عشاء سهلة وسريعة ومغذية بثلاث مكونات فقط، والاهم من ذلك انها كتجيب لينا في المذاق، بحيث اننا كنحتاج في هذه الوصفة الى حبات من البصل مقطعة شرائح، وحبات من الفلفل الالوان حتى هي مقطعة شرائح طويلة، وعندنا قطعة من صدور الدجاج. وبالنسبة للكمية كتبقى على حسب اختياركم. ثم عندنا في التوابل شوية ديال الثومة محكوكة، شوية ديال الملح والكمون، والقليل من الابزار والخرقوم والتحميرة، ثم عندنا القليل من الزعتر والقليل من زيت الزيتون. اذا هذه هي المكونات. ندوس على بركة الله لطريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، كناخدو مقلة ونديرو فيها القليل من زيت الزيتون أو زيت نباتية، المهم على حسب الاختيار ديالكم. ثم كنضيفو عليها البصلة ونخليوها تقلى شوية، ومن بعد عاد كنرجعو ليها باش نضيفو باقي المكونات. من بعد ما كتقلى البصلة كنضيفو عليها شوية ديال الثومة محكوكة، ثم كنضيفو يعني حبات الفلفل الألوان، ونحركوا الكل ونخليهم يعني حتى كيتقلاو مزيان وينزلوا واحد شويه، عاد كنضيفوا لهم يعني باقي المكونات. يعني من بعد ما كيتقلاو لنا بهذا الشكل هذا، كنضيفوا يعني عليه الدجاج، ونضيفوا عليهم التوابل اللي سبق وذكرناها كلها، اي يعني القليل من الابزار، التحميره، الخرقوم، الملح، الكمون والزعتر. يعني كنضيفوا جميع المكونات ونخليهم فوق البوطه حتى كيطيبوا المكونات ديالنا مزيان، وكندوزو يعني نحضروا الكريمه او الصلصه اللي عرفقوها مع هذه الاكله، بحكم انها يعني كتجينا ناشفه شويه واللي كتبقى اختياريه. المهم بالنسبه للكريمه اللي يمكن لكم تستعملوا هذه الكريمه هذه او اي كريمه كتفضلوها، بحيث اننا كنحتاجوا في هذه الكريمه الى كاس من الحليب ديال العنبة، والقليل من الملح، والقليل من الابزار، ونصف ملعقه كبيره من النشا او مايزينا، وثلاثة حبات ديال الفرماج. كما يمكن لكم تستعملوا يعني الفرماج الاحمر او تستغناو على الفرماج في مره. اذا هذه المكونات. ندوزو لطريقه التحضير. من طريقه التحضير كنضيفو جميع المكونات في كاسرول مع هذا الفرماج، اي كنضيفو الحليب والملح والابزار والنشا، وكنحركوا هذه المكونات جميع، وكنستمروا يعني في التحريك حتى كيعقد لينا الخليط. كما يمكن لكم يعني تضعفوا يعني المكونات الا بغيتوا يعني تجيكم الكريمه بكميه يعني زايده. ومن بعد يعني ملي كيولي الخليط يعني بهذا الشكل هذا، كنضيفوا الفرماج ديالنا وكنطفيو البوطه وكنحركوه حتى كيذوب لينا يعني الفرماج مزيان. ومن بعد كنضيفوا يعني كميه من القزبر والمعدنوس على الكريمه من اجل التزيين يعني فقط. وهذه هي الاكله ديالنا. من بعد ما كتوجد كنوضعوها يعني في صحن التقديم، وكنضيفوا عليها الكريمه من الفوق. كما يمكن لكم تخلطوها مع الكريمه في طاقه واحده وتقدموها، المهم كيبقى لكم الاختيار في كيفيه يعني تقديم الطبق. وهكذا كتجي الاكله ديالنا واللي كتسمى في الاصل بالفاهيتا المكسيكيه. وان كنا يعني دخلنا عليها بعض التغييرات البسيطه فقط، ولكن المكونات الاساسيه هي هي، وكنرفقوها مع الفريز بهذا الشكل هذا. كتجي صراحه هائله في المذاق وسهله في التحضير. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وما تنسوناش بالاشتراك ديالكم في قناتنا وبضغطكم على زر الاعجاب. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.